بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إن شاء الله اليوم الأول يعني ببارك كل المسلمين بشهر رمضان المبارك، أعاد الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وإن شاء الله موضوعنا اليوم هنتكلم عن زراعة فول الصويا وتحميل الذرة الشامية معاه. يبقى تحميل الذرة الشامية مع الفول الصويا، فول الصويا مع الذرة الشامية، مش هتفرق كتير. زي ما انتوا شايفين في الصور قدامكم، يعني ده الذرة الشامية اهو مزروع على خطوط. اي بتاع العمر الخطوط بتبقى بنفس الشكل اللي موجود في الصور دول، يعني بيبقى حوالي المسافة بين ما بين كل بذرة والتانية حوالي كام؟ حوالي 4 لـ5 سنتي. ده في فول الصويا. أما في الذرة الشامية بيبقى من حوالي شبر شبر ونص، اللي هو من 25 سنتي لـ30 سنتي. طيب ايه كمية التقاوي اللي بيحتاجها الذرة الشامية وايه كمية التقاوي اللي بيحتاجها فول الصويا؟ كمية التقاوي اللي بيحتاجها الذرة الشامية اللي هو من 10 لـ12 كيلو، ده اللي هي الايه؟ الهجين. ده غير بقى يعني ده اللي بقوله الذرة اللي هناخد منه انتاج، يعني هناخد منه ذرة شامية حبوب. اما بالنسبة لما يكون مزروع علف اخضر تزداد بقى الكمية، بقى من حوالي 30 كيلو. تمام. بالنسبة بقى لفول الصويا أما يتزرع لوحده، لو على ريشة واحدة على الخط، يعني ريشة واحدة على الخط، دي مزروع ريشتين اهو، لو ريشة واحدة يتزرع كام؟ 30 كيلو للفدان. لو ريشتين يبقى بتزيد شوية، بتبقى 45 كيلو لو هنزرع الريشتين زي ما موجود في الصورة كده. بس ده ذوق قدام حضراتكم، ده ذرة شامية. طيب طب بالنسبه بقى للذره لفول الصويا، ميعاد الزراعه امتى؟ هو مع الذره الشاميه من شهر ابريل لاول مايو، من اول شهر ابريل الى اوائل شهر مايو. وما ينفعش التبكير في الزراعه عن كده ولا التاخير في الزراعه. يا احنا دلوقتي اول اللي هو شهر ابريل ده بنقول عليه شهر نيسان في الدول العربيه، هنا في القطر المصري بيقال على ابريل بس. دلوقتي احنا في كم؟ احنا في حاجه 20 يعني مش عارف. المهم احنا في شهر ابريل، يعني احنا نعتبر في منتصف شهر ابريل، يعني احنا في 25 ابريل. 25 ابريل النهارده، 25 ابريل يعني يعتبر منتصف شهر ابريل. ف الزراعة دلوقتي 100% صح، ده فول الصويا لحد 10 مايو اللي هو شهر 5، لحد شهر 10 اللي هو مايو، 10 مايو. بعد 10 مايو ما ينفعش الزراعة، هيبقى متأخر ومش هيجيب الإنتاج اللي هو ليه المطلوب. طيب طب دلوقتي إيه أحسن زراعة لفول الصويا؟ الزراعة الحراتي. إيه هي الزراعة الحراتي؟ اللي هي بتروى الارض بعد تجهيزها ريا غزيرا، ثم يفج الثلث العلوي. الثلث العلوي بقى ايه؟ بقوم عامله بقى ايه؟ يعني بعد ما احرط الارض واجهزها واعملها خطوط ارويها ريا كدابه، وبعد كده اخربشها، بيقولوا عليها الخربشه. وبعد كده ازرع فول الصويا من غير مسقي تاني، من غير مروي، هو هيطلع على ماء وكده. وبعدين فول الصويا من النباتات الحساسه جدا للميه، إذا حصلت زيادة في المياه مع فول الصويا يحصل تفقع للجذور، تفقع للبذور قصدي، تفقع للبذور على طول، لأنه هو حساس فعلا. وبعدين قشرته لينة جدا. طب دلوقتي احنا قلنا ميعاد الزراعة، قلنا كمية التقاوي، ايه هي الأصناف؟ او بيقعد قد ايه في الارض؟
يعني أقصى حاجة بيقعدها فول الصويا 130 يوم. 130 يوم. طيب طب دلوقتي نتكلم عن الري. الفول الصويا الري بتاعه عامل ازاي؟ انا لسه بقول هو فول الصويا من النباتات الحساسه جدا للماء. فول الصويا من النباتات الحساسه جدا في الماء. طيب عرفنا ان النباتات الحساسه جدا ازاي يعني سي. وبال يعني الشيء بالشيء بقى يذكر. فول الصويا من النباتات اللي بتعمل البكتيريا عقديه في الجذر. بكتيريا عقديه في الجذر دي بتثبت نيتروجين الهواء الجوي ده. يعني احنا بنقول دايما اللي زرع قمح في الشتاء يزرع فول صويا في الصيف. اللي زرع قمح في الشتاء يزرع فول صويا في الصيف. ليه؟ هي قلنا اهو لانه في بكتيريا عقديه. القمح نبات نجيل، يعني ما زرعش بعض القمح ذره شاميه. القمح نبات نجيل والذره الشاميه نبات نجيل، والنجيليات يعني اللي هي بتمتص معظم العناصر اللي موجوده في التربه، معظم الخدمه اللي انت حاططها في التربه النجليات بتاخدها لان نباتك مستهلكه. اما فول الصويا لا، في بكتيريا بقى عقديه في جذره قلنا اهون بتثبت نيتروجين الهواء الجوي، بيسيب لك تربه غنيه بالعناصر. تربه غنيه بالايه؟ بالعناصر. طيب طب نتكلم عن الري عشان اما نيجي على التحميل. انا كل ما اكلم ناس على التحميل، يعني كل ما اكلم المزارعين في حكايه تحميل الذره الشاميه مع فول الصويا، لو هم عارضين قوي يقول لك ده الذره بيحب الميه والذره والفول الصويا لا يحب المياه. طيب طب ادينا مع بعضنا هنتكلم بطريقه سلسه الكل يفهم. دلوقتي فول الصويا قلنا حساس للري خلال فترات حياته، مما يستدعي الايه؟ الاحتراس في الري، ويؤدي نقص الماء اثناء الانبات الى خفض نسبه الانبات، كما يؤدي العطش خلال فتره التزهير وعقد القرون الى ضعف النمو. شوفوا برضو يعني انا حبيت اجيبها لكم ايه على شكل اوسع. وعقد ضعف النمو وصغر احكام الطيور وضمورها، وينبغي عدم تعرض النبات للري الغزير لان هذا يؤدي الى اصفرار النباتات وتعرضها لامراض اعفن الجذور والزبول. الري بقى كل كم يوم؟ كل كم يوم؟ كل 15 يوم. كل 15 يوم اثناء حياته. وفي الاراضي الرمليه بيختلف، ورايه المحياه بتبقى من بعد 15 يوم برضه. اما الاراضي الرمليه ما بتترويش كل 15 يوم طبعا، قول كل 6 ايام كل 7 ايام. الاراضي الرمليه لان احنا بنقول ده في الاراضي اللي هي في الوادي، يعني اللي هي الطينيه اللي بتحتفظ بالمياه، بنقول 15 يوم. طيب طب الحصاد، قلنا الحصاد قلنا اكثر حاجه يمكسها نبات فول الصويا في الارض 130 يوم. طيب تحميله بقى على فول على الذره الشاميه ازاي؟ طب انتاج انتاج الفدان الاول، انتاج الفدان من انتاج الفدان من المحصول فول الصويا قد ايه؟ من 1 ل 2 طن. من 1 ل 2 طن. وفي مصر هنا يعني معظم الفدادين بتجيب 2 طن. طيب في قطر المصري 2 طن للفدان. طيب طب بالنسبه بقى اللي قلنا بقى للتحميل، تحميل فول الصويا، تحميل فول الصويا بكذا طريقه. ايه هي؟ ممكن نزرع ريشه، يعني زي ما شايفين كده دي اللي باين قدامكم في الفيديو بتاع فول الصويا، دي ريشه وريشه. ممكن نزرع ريشه، يعني يبقى في ريشه عماله وريشه بطاله. ممكن نزرع ريشه البطاله فول صويا. ممكن ما نستخدمش ريشه البطاله خالص، نزرع ريشه من العماله ريشه فول صويا وريشه ذره شاميه. او ممكن نزرعهم الاثنين على نفس الخط، بينا بعد المسافه شويه، بدل ما هي 30 سم خلاها 60 سم في الذره الشاميه، وفي النص ال 60 سم يعني كل 30 سم ما بين كل عود ازرع ايه؟ فول صويا. طيب
في ناس هتطلع تقول لي الظل بتاع الذرة فول الصويا فول الصويا. أما بيلاقي عندما يجد فوقه الذرة الشامية يتسلق فوق عود الذرة الشامية، بيقوم متسلق وبيمارس حياته، بل بالعكس بينتشر فيه بيظهر أكتر. ومن كل تجارب التحميل، يعني دي التحميل ده بكذا طريقة، يعني في ناس عملت فيه تجارب في جامعة القاهرة وفي جامعة المنصورة وفي كذا جامعة من جامعات مصر، في جامعة القطر المصري، أنا بتكلم عن القطر المصري لأن أنا من سكان القطر المصري، يعني جميع الأبحاث اللي في القطر المصري قالوا إن كل إن تحميل فول الصويا الذرة الشامية جاب محصول كويس، وفول الصويا جاب محصول كويس. طب جاب محصول قد إيه؟ جاب طن ونص هو متحمل في الفدان. طيب بالنسبه للناس بقى، الناس اللي بتتكلم في الري، الناس اللي بتتكلم في الري، الري يا جماعه سهله خالص، قلنا 15 يوم، 15 يوم مش هيبقى احنا قلنا ولا تعطش قوي ولا ترويه بزياده، يعني ارويه كل 15 يوم وكل حاجه، بس ريه انا بقول لكل الناس لكل المزارعين عاملوا معامله البطاطس، عملوا المحصول ده كمحصول خضار، عملوا معاملة البطاطس، المية تجري في البحور بس كده ما يغرقش. ما هو برضو أي زرعة، القمح ما أنت أما تزرعه عفير كده، عفير بدار وترويرة تخلي المية توقف فيه يوم ولا حاجة مش هيطلع، ده القمح. ما بالك بفول الصويا، القمح بينبضش اصلا، ما يقعد في ميه مثلا يوم ولا يعني اربع ساعات مثلا، اربع ساعات ميه بس ما بيطلعش، اربع ساعات ميه ما بيطلعش. طيب طب فول الصويا، ما بالكم فول الصويا اللي هو حساس اصلا للميه؟ لا، فول الصويا بقى يعني معاملته تختلف. بقول لكل المزارعين عملوا معامله البطاطس، يعني ريه على الخفيف على الهادي، على الهادي كده، مش على الحامي، مش اديله يلا والارض تاخد ميه وتندب ميه والميه توقف يومين ولا ثلاثه، مش اسمه كلام. الذره ممكن يستحمل، يعني الذره ممكن يستحمل الميه، اما فول الصويا مش هيستحمل. وبالعكس يعني لما تحترس في الري مع الذره الشاميه بيجيب محصول كويس. الذره الشاميه اما بيزيد فيه الري، يعني تاخد الميه بيطول، يقعد يطول 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 وما يجيبش محصول، تلتقي العود وصل جوا 4 متر، ممكن ساعات بيجيب 4 متر و5 متر وما بيجيبش محصول. ليه؟ خب ميه كتير، وتلتقي جاب اجزاء سمره من الجنب كده، عمل تفحمات سمره، دي من كثره المياه الذره الشاميه. يعني كل 15 يوم ما تقولوش الذره يشرب كل 10 ايام، لا عادي هيستحمل والله، اي صنف ذره شاميه بيستحمل عطش، ذره شاميه بيضه، ذره شاميه صفراء، كله بيستحمل عطش. طيب خلصنا من مشكله الري. طب دلوقتي هتقول لي الظل، يا عم قلنا ما فيش الظل لان نبات الفول الصويا، يمكن انت كل المزارعين اللي بيعرضوني هم زرعوه لوحده، ما شافوش هو متحمل، يعني انتوا زرعتوه لوحده ما شفتهوش هو بيتسلق مثلا على نبات الذره ويطلع. وانا على فكره انا ليا فيديو تاني على القناه بتاعتي هنا، على نفس القناه دي، قناه سر الزراعه، كان مكتوب فيه الكلام ده، يعني كان فيه صور، قصدي يعني انا مصور فيه نبات فول الصويا، الفيديو ده من السنه الماضيه، مصور فيه نبات فول الصويا وهو فول الصويا متسلق حول عود الذره، طيب او على ساق الذره يعني. طب دلوقتي قلنا الانتاج بتاعه، قلنا الانتاج بيبقى كويس، يعني انتاج الذره بيزيد وانتاج الفول الصويا بيزيد. طب هتقول لي ايه الفايده من نحمل فول الصويا على الذره الشاميه؟ فايده كبيره طبعا، انت دلوقتي بدل ما كنت هتطلع محصول واحد، وعلى فكره يعني كل المزارعين في القطر المصري، اتحدى كل مزارع ان الذره الشاميه ان محصول الذره الشاميه
بيجي بخدمته ما بتحصلش. الذرة الشامية المحصول بتاعه لا يجازي خدمة الأرض ولا خدمته حتى ولا ريه. فأنت بالتالي يبقى عندك محصولين، محصول فول الصويا ومحصول علف في نفس الوقت. يعني لما فول الصويا يجيب لك طن ونص، والذرة بقى شوف هيجيب كم أرداب، والقش بتاع الذره بيستخدم استخدامات تانية بقى، بيستخدم مثلا تستخدمه في الكومبوست وتستخدمه في ولسه نعمل حلقات بقى على الكومبوست وعلى استخدام القش الذره ده، يعني استخدام اعواد الذره اللي هي خلاص انتهت ديا كسماد للتربه، يعني برضو ده مش شويه. فانا كده اعتبر خلصت ونهيت كل حاجه. كانت في ناس سألتني في التعليقات على فول الصويا للري بتاعه، أنا قلت هو الري كل 15 يوم في الأرض الطينية، في الأرض الرملية خليه كل 7-8 أيام، وشوف أنت بتروي إزاي، بتروي تنقيط، الري التنقيط غير الري بالغمر، برضه ما في أرض رملية بتتصيب الغمر، الري بالتنقيط لا كل 4-5 أيام. يعني هو الفول السوداني وفول الصويا مقاربين مع بعض في الخدمه. طيب وكده انا يعتبر خلاص شرحت كل حاجه، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو قادم. و يعني انا ممتن بالشكر لكل المشتركين الجداد في القناه وكل المشتركين القدامى، أشكركم جدا 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 يعني على تحفيزكم ليا، وبشكر كل إخواتنا في الدول العربية الشقيقة اللي بيراسلوني وبيشكروا في الشرح، يعني أنا ممتن للناس دي كلها بالشكر طبعا. وفي النهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي حد عنده أي تعليق، أي حد عنده أي سؤال، أي استفسار، أي حاجة، يشوف الفيديوهات التانية في القناة. أنا حاطط أرقام الواتس وأحطها برضو أسفل الفيديو ده، وأحط الفيديو القديم في التعليقات تحت أو في صندوق الوصف برضو. ليه اللي عايز يتواصل معايا أنا تحت أمره، يعني لكل المزارعين وكل الناس من مصر أو من الدول العربية الشقيقة أنا تحت أمركم، وأنا خادم ليكم إن شاء الله. وإن شاء الله نكمل مع بعضنا في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.